يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال مرحب مرحب يا هلال. السلام عليكم، كل عام وكل حبايبي وحبايبي المكتب بكل خير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ربنا يرزقنا في الشهر الفضيل ده بجبر خاطر يتعجب له أهل السماء والأرض، أي حد ليه مظلمة عندي يسامحني في الله ولله، وأنا عن نفسي مسامح أي حد. مواعيد المكتب في رمضان من الساعة 12 الظهر لحد الساعة 5 المغرب، والباب بنقفله الساعة 4:30، وبعد الفطار من الساعة 8 لحد الساعة 12 بالليل. يوم الجمعة بنفتح من بعد الصلاة مباشرة. فرشة العيد جاهزة إن شاء الله من أول النهاردة، وكل ساعة بدون مبالغة بنفرش شغل جديد لحد يوم 25 رمضان. البيع حاليا جملة بس وبعاد، وعرض الخمسين قطعة بتاع التجار وأصحاب المحلات هو اللي شغال لحد يوم 15 رمضان. أما بقى الجملة من أول قطعة اللي بيستفيد بيها عميل القطاعي، عيني حاضر ما نقدرش ننساكم، هنعلن عنها عن قريب إن شاء الله، بس عشان تعرف ميعادها لازم طبعا تتابعنا، وإن شاء الله احتمال كبير نعمل يومين كده على السريع الجمعة والسبت اللي جاي. أنا قبل الفطار آسف حقكم عليا، لحد بعد التراويح بكون خارج الخدمة. نسألكم بقى صالح الدعاء، كل روابط التواصل والعنوان والتليفونات هتلاقيها تحت مع الفيديو ده. كل عام وأنتم بخير، كان معاك أخوكم محمد عمارة من مكتبكم مكتب أوتلت. سلام عليكم.